بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع الشقة في منطقة أرسين، طبعاً الشقة في الدور الرابع زي ما شايفين، فيها مصعد عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 155 متر مربع. أول ما ندخل على يد اليمين عندنا المطبخ، طبعاً الشقة في الدور الرابع، هذا المطبخ تواليب فيها جاهزة، مساحتها كبيرة وشرحة، طبعا تبعد عن البحر ما يقارب 250 متر فقط، يعني مسافة مشي، وما راح يكون في عمران أمامها لأن الأرض تبع البلدية وفيها بنايات أوريدي مبنية عبارة عن دورين. طبعا هذا البحر زي ما انتم شايفين، وعندنا بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالون، أيضا مساحتها كبيرة وشرحة. طبعا الشقة صفر لم تستخدم بعد، إطلالة جميلة جدا على البحر في منطقة أرسين. المنزلون شايفين هذه كلية، أيضا هنا عندنا حديقة البلدية فيها ألعاب، فيها ملعب سلة وجلسات للعائلة. هذا المطبخ هنا في الدور الرابع، طبعا في شيء متوفرة في الدور الثالث والثاني أيضا. هنا الصالون، طبعا فيها ديكور السقف، الشقة شرحة ما شاء الله، أيضا لها مخرج من نفس البلكونة. أيضا لها ميزة ثانية، إطلالة على الطبيعة، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وإطلالة أمامية على البحر. مساحتها 155 متر، فيها بلكونتين، 3 غرف وصالة ومطبخ، 3 دورات مياه. هنا مدخل الشقة، هذا الباب الرئيسي، هذا الحمام الأول، كرمكم الله. هذه الغرفة الأولى، أيضا مطلها رهيب على الطبيعة. هذه الغرفة الثانية، أيضا نفس الإطلالة. وعندنا هنا الحمام الرئيسي كرمكم الله، فيها الكلوزيت، فيها المروش، أيضا المغسلة، طبعا التدفئة فيها مركزية. هذه غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة مساحتها جيدة، أيضا لها دورة مياه خاصة بها. المغسلة، كلوزيت، عندنا هنا المروش. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.